قبل الفاصل كنا قد اتصلنا بالناخب الوطني لمنتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش من أجل معرفة مدى استعدادات المنتخب التنزاني لهذه المنافسة الإفريقية. إذا كان معنا نعيد ربط الاتصال بعادل عمروش. السلام عليكم عادل. السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك، يبدو انك بصدد بداية حصة تدريبية، هل ظروفكم كلها مريحة هناك؟ نعم، الظروف جيدة والمناخ جيد والله كلش تمام هنا في 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 سهل هاج. نعم. أرضية الملعب جيدة مش زين، يعني كان كل شيء. نعم. عادل، تنتظركم مباراة قوية جدا يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 6 أمام المنتخب المغربي، كيف تحضرون لهذه المواجهة؟ وهل تعتقد بأنكم قادرون على الخروج ولو بنقطة أمام المنتخب المغربي؟ شوف، الملعب يقود واقع اخر، يعني على الورق صحيح وحتى نوعيه اللاعبين صحيح، ولكن كره القدم فيها دائما مفاجات. يعني لو نحضر روحي باش نهازم، ولا نحضر روحي باش يعني ما ديش نتيجه، علاش نكون مدرب؟ تلعب كاع الاوراق تاعك ومن بعد كلش يقدر يحصل في الميدان. نعرف واش عندي في الفريق تاعي، ندير الخطة اللي تساعد على حساب اللي عندي نوعية لاعبين، ولكن في بعض الأحيان المدرب يكون يتيم يخصو اللاعبين، تكون عندك يعني مئة على الأفكار ولكن ما عندكش لاعبين اللي تبقوا الأفكار هذو داخل الميدان، يكون من الصعب باش تواجه. تقعد دائما ما نقولوش زهر، ولكن نقولوا نوعية اللاعبين هي اللي تدير الفاصل، لأن المدرب يدير سيناريو لكن اللي يلعب داخل الميدان هو اللاعب، فهمت؟ الممثل الرئيسي هو اللاعب مش المدرب. هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ اسمع، اعطيني مزور وبلال ونفرجك، نعطيك الريزلت على نتيجة من قبل. سأعود إليك بلال، هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ وهل تعتبر خسارتكم أمام المغرب في تصفيات كأس العالم حافزا إضافيا يعني من أجل الثأر؟ لا والله، أنا في رأيي الخاص انهزمت بالنتيجة، ولكن تعرف قوة اتحادية تاع واسمو المنافس تاعنا، راهم قوة الآن في إفريقيا، قوة ضاربة يعني في كرة القدم، فهمت؟ والإنسان كل واحد وقته، احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعة 2 زوالا، نلعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الآن هما اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الأمم تاع الأمور تاع الكرة تاع الإفريقية. واش تحب نقول لك؟ احنا نتبعوا، احنا من المتتبعين الآن. يعني حبيت تقولي بأنك كنت تريد اللعب في وقت الظهيرة، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراة المغرب. ايه، وعدنا في البلد، ايه فرض الكلام، ايه فرض، يعني راهم الان يفرضوا انفسهم، فهمت؟ هذه الامر ما عندك ودير، والحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما، لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير وتلعب ضد امور اخرى الخافية، فهمت؟ لي تاع كرة القدم. هل تتخوف من الكولسة في كأس أمم افريقيا؟ انا اشوف، انا بحكمي يعني الفريق تاعي، ولا تشوف في يعني معدل العمر هو اصغر معدل العمر في كل المنتخبات اللي تشارك في افريقيا، اوكي؟ يعني ما عندناش نفس الاهداف، ولكن مانيش رايح باش كما قلت له انا باش واحد ياخذ سيلفي مع اللاعبين، ولا فهمت؟ رايح نلعبوا مباراه باش يتعلموا اللاعبين هذوما، والنتيجه تقعد داخل الميدان، يعني ماناش داخلين باش نسهلوا الماموريه تاع المنافس، حتى هما يعرفوا ايضا باللي ما انا ساهلين، ويعني ولا باش تأهلنا يعني بعرق جبيننا بدون كولسة ولا بدون مساعدة تاع من طرف آخر. لهذا ربما الآن ما ناش مع المنتخبات الكبيرة، ولكن يعني خدمنا باش نكونوا في هذا في هذه الدورة، وإن شاء الله نديروا اللي علينا وأننا نحضروا في منتخب تاع مستقبل أيضا. كوتش، سمعنا بأنك كنت تريد أن تقيم معسكر تدريبي في الجزائر قبل نهاية كأس أمم أفريقيا، ولكن هذا الأمر لم يتم وتم تغيير تربص في آخر لحظة إلى مصر، ما الذي حدث بالضبط؟
لا سمعتم كان واقع، كان واقع. لا ده واقع. دائما انا نقول لك على كان امور لانسان، ما انا كرياضي ما نحبش نتكلم عليهم لان نحبط المستوى. لو نتكلم على امور كيما هذه، كان ناس السياسه ناسها اوكي، وفي السياسه الاتحاديه ناسها، وفي السياسه الدوليه ناسها. احنا ناس تاع ميدان صحيح، طلبوا منا باش احنا كانت في الاول باش نديروا طربوس تاعنا في الجزائر، ولكن في اخر المطاف غيرونا، غيرونا. دائما الناس اللي راهي يعني راهي عندها تاثير كبير في عندها تاثير كبير في الكره الافريقيه، يعني بحسن الحظ اللي عندهم على الاتحاد تاعنا يعني غير من الجزائر الى كانت في المره الاولى الى الامارات، وانا رفضت باش نمشي الامارات. يعني اخ المطاط فهمت باش نمشيو للقاهره، مشينا للقاهره. ولكن لو كانت ليا كنت انا كنت نعسكر في الجزائر، لان كنت مبرمج مباريات وديه في تونس مع منتخب موريتانيا، مع منتخب كاب فيرد، ومع نادي أندرلت. يعني كان عندي وقت باش نحضر، يعني في قرب مسافة نقدر نلعب مع منتخبات يعني في تبرقة، يعني في تبرقة، ونرجع للمعسكر في عنابة. يعني كان هذا هو البرنامج تاعي، ونجي أسبوع قبل المباراة، لأن أسبوع قبل الدورة، وهذا يكفيني. يعني هذيك الكلام كثير على الحرارة وعلى الرطوبة، الإنسان يتعود يعني بعد 4 أيام يتعود الإنسان في كل مكان. كوتش، مجموعتكم تضم إلى جانب المغرب، تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. أين تصنف أنفسكم في هذه المجموعة؟ يعني هل أنتم قادرون على التأهل إلى الدور الثاني؟ ما هو هدفكم من هذه المشاركة؟ مع العلم بأنه الفوز في مباراة واحدة يمكن أن يكفيكم للتأهل إلى الدور الثاني. شوف، الجواب هو الجواب تاع الأسئلة تاعك في السؤال اللي أعطيته لي. فهم ده كله، تحب نسمعك تاع بكري هذيك المهم المشاركة. هذيك أباك صرعونا بها المهم المشاركة. أنا مانيش المهم المشاركة، احنا راح نلعبوا، نقدروا يعني نصادفوا يعني نخدعوا في أي منتخب. وما خلينا تعرف لي، ما نحبش نتكلم قبل المباراة، يعني داخل المباراة خليك يلحق مباراة، لأن اللاعبين مش المدرب. أنا أقول لك اللاعبين هما صح، مدرب يبرمج يدير ويختار اللاعبين، ولكن بدون لاعبين المدرب فقير. صديقي تسمع فيا اخويا، هذا اليوم المباشر. اليوم تاع المشاركه هذيك المهم المشاركه نحاوها اليوم. مام الميور تروازيام تي بو غاني ان ماتش، تروح لويتيان فينال. جو سي بلي فوزيت كاباب، سوا ستاف سوا ليكيب تاعك. ان شاء الله حنايا ماذا بينا تمشي ابعد يعني دور ممكن، يعني في هذه لا كنديه نفتخروا. مادام انت الجيريا احنا نفتخروا. الله يحفظكم انتم ايضا. احنا ماذا بينا كيما لعب الحق الشيخة وعن الطاقم فارس ميتي وكلهم، يعني ماذا بينا ايضا باش يخرجوا المدربين تاعنا على الخارج، لان في بلادنا في كل يعني بين قوسين محقورين. هو الدليل امامك مزور الان، نعرف مزور عنده 10 سنين هو يقرر باش يدير الدبلوم تاعو. انا عم بالي كون دار دكتوره كون الان راه دكتور في كره القدم. يعني 10 سنين باش يعطونهم الدبلوم، هذه والله عجوبه من العجائب. لهذا المشكله عندنا احنا، يعني المدربين تاعنا حتى يوصل 60 سنه باش يعطوا له فرصه باش يدرب نادي في الجزائر. يعني هذا ولا عنده حظ يعطوا له في القسم الاول، فهمت؟ يبعثوه باش يدرب في الاقسام السفلى، يلحق 65 سنه يعطوا له فرصه في الممتاز، من بعد المباراه الاولى يبعثوا له ناس يشتموه وكمل، ونقول له شكرا على المشاركه. شكرا جزيلا لك عادل عمروش المدرب الوطني لمنتخب تنزانيا. سنشجع المنتخب الوطني الجزائري وسنشجعك ايضا، نتمنى لك الذهاب الى ابعد حد ممكن في هذه المنافسه. مدرب قدير وكفء وتستحق كل خير ان شاء الله. شكرا، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، وبالتوفيق للمنتخب الجزائري ان شاء الله وللجميع ان شاء الله. ورد بالك برك على السكر في العصير برك اخ
نشوف به. ناش عادل، من ترشح للفوز بكاس افريقيا؟ المنتخب الوطني. اي المنتخب الوطني الجزائري سهيل العاج. نعم نعم، شكرا جزيلا لك عادل، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كان هذا عادل عمروش محدثنا من كوت ديفوار، اين يحضر رفقة منتخب تنزانيا لدخول المنافسة الرسمية يوم الاربعاء القادم بداية من الساعة 6 عندما يواجه المغرب، وبعد ذلك سيواجه ايضا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزومبيا.